أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد والفل والياسمين، يا صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية ديما كما العادة، والله لا يقطع لنا عادة يا صديقاتي. نهار جديد، روتين جديد. أنا قسمت لكم الفيديو، قلت لكم مرة أخرى راني باش نعمل لكم، مش مرة أخرى يعني، الفيديو اللي قبل ذا بتاع أمس قلت لكم راني باش نهبط لكم فيديو آخر فيه العمى بتاعنا وفيه تحضيرات، بقية تحضيرات ما كنتش معناتها شاركتها معاكم، ومن أهمهم عملنا سيترونات للبحر باش شاركها معاكم أنا ويما، هكا حضرناها وباش نشارككم زاده اجواء البحر. وكما شفتوا هكا شويه افونغو في بدايه الفيديو، ان شاء الله هكا تستمتعوا معنا في الرحله نتاعنا لليوم. هذه عندي سيكونس كانت السيده خرجت انا وياها والجماعه كل الحلقة الواد، مشينا يعني لسيدي بوسعيد وحلقة الواد. السيكونس هذه من تليفونها هي، راني كل اللي تعبى تليفوني نصور بتليفون راجلي بتليفون جارتي السيده، وإلا أي حد هكا يجي بحذايا ضيوفي اللي هو وقت ما نستحق للتليفون نهز تليفوناتهم ونصور على غالب. هذيك هي ظروف ظروف تليفوني يتعب بعد الشرقة، ونحط لكم هكا اللقطات. يبقى مش كما نصور بتليفوني، كما نصور بتليفون غيري ديما كي تبعث الكاليتي تطيح. هنا هكا شوية صغيرة وباش نبدو توا في الروتين نتاعنا، أما جيست حبيت نصور لكم هكا اللي عرفتوها اللي ورا الكورنيش نتاع حلق الواد، شو محلاها الكرهبة هذه، أجواء صيفية روعة. شاركتها معكم توا، وهيا نمشوا توا على بركة الله باش نبدأ معكم تحضيراتي. الأول حاجة للسيترونات، السيترونات وما فيها. خذيت القارص، أنا قلت لكم مرة أخرى أنا خذيت القارص على 15% كمية كاملة، قال لي هيا هزيها آخر شيء عنده طرف عنده، قال لي هزيه ب 15%. الحصير غسلته، نخليه يتنفخ في الماء نتاعو هذاك، يتنحى منه التراب. فما كعبه لقيتها هكا القشره نتاعها فيها الكحوليه، نحيت منها الكحوليه نتاعها. ريحته يا البنات بالرغم انه قارص صغير اما ريحته تهبل. باش نكون معاكم نزيهه وصريحه وواضحه، تعرفوني ما عندي ما نخبي، لقيت فيه كعب شيحين الحاصل، فرزت منه كي حليته بيان سور. حكم باش تشوفوا الطريقه معانا. هنا نخليه، وخرجت للمارشي لبنات، قضيت قضيتي ورجعت بعدين للدار، صورت معاكم كي نضاف القارص نتاعي. تو باش نحضروا السيترونات. هناش عن القارص، قارص مش باش نعمل له حتى شيء. ماما شمي الريحه، بربي شمي الريحه وحكم يا كي يصطاح. ريتي الريحه يا بنتي حتى من الزيت قبل وانا نعمل فيه بعد ما نظفته خليته. وهنا صديقاتي كما قاعدين تشوفوا نشاهد في يمه، شفتوك الحس البنات شنو هو ماكينات وشنو هو حس الحاصل. توه بطل الكافرا باش نسجل لكم الصوت. والله يا يمه مشيت للسوق وجيتني جهه دخلت للكاب، صيقاته كل نظفاته فيه سيفت ريحه، وحتى من التبخير بخرته ونظفت بالقداوك الكور اللي فيه الحاصل فيه قاعده تهبل، ونحت لي الفروشات كلها منها. ربي يحفظها وربي يفضلها ديما لم انا راني كي تجيني يمه ما نحبش
نتعبها جمله، ما نحبش ننقضيها ولا نقولها طيبيلي قليل هكا، كي نشتي حاجه من يديتها ما نجمش نعملها كيفها، وتعجبني ياك الريحه اللي فيها ولا الروح اللي في الماكله اللي تعملها لي هي هوين، سينو الدنيا سخونه نحس روحي قاعده نسللها من صحتها، لطف عليها يعني كي باش نتعب كل شيء نعمله انا تبدا هي قاعده وهويني على عينها، كان فما حاجة ناقصة حاجة مثلا باش تقول لي نستشيرها نزيدك الحاجة ما نزيدش الحاصل. هنا خذينا سيترون القارس شنو عملت فيه، حليته ونحيت منه القلوب متاعه، عملته بقشوره لأنه هو الكيبات صغيرين حتى القشرة متاعه تبدأ رهيفة وفيه صفة بنة يا البنات، اقسم بالله تخيلت اللي هو باش يكون معناتها فيه الروح نتاع القارس بالطريقه ذي، والله العظيم وانا ديجا ديما هكا تعلمت حاجه اني ديما نقول لكم الخضره ما تاخذوش اكبر كعبه ولا لا لا راهي تبدا فيها برشا دواء، حتى القارس هكاك تلقاهم صغيرين وفيهم طعم بنين يهبل. جد سيترونات نودكم ولا نشهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنه، كل شويه نشم في الريحه الصاله كلها ولات ريحتها قارس، ما نعمل لها حتى شيء نحي منها كانك القلوب نتاعها، نخليها نقصها على اربعه ونحطها في الميكسر نتاعي، نزيدها الماء نزيدها السكر بيان سور، اذا تحبوا تشربوها معناتها في نهارين ثلاثة ايام، اذا باش تصبروها خلوها من غير سكر وحطوها في الكونجيلاتور ومن بعد اجبدوا واستعملوا. هنا بعثت يما للسطح مشيت نحت لي النعناع باش نعمل لها موخيتو، هي جابت لي النعناع، شوفوا البنات الزيت نتاع السيترونات من راي اسهل منها ما فهمي، انا ديما نفتش لكم على الوصفات السهله والاقتصاديه واللي معناتها ما تتعبكمش. هنا شوفوا كيفاش شفتوا امشوا لاخر الكسرونه، امشوا امشوا لاخر الكسرونه شوفوا الزيت كيفاش راكح، حاسيلو القشره هذيك نعاود البنات نزيد نعمل لها حراحيه اخرى. وجبتك الواحد اللي نعمل فيه عصيد الزقوقو هذا اللي بالحق اللي الغربال اللي خرج لكم الروح، كان السائل يعني كان فما هكا لب ولا حاجه ما يحطه لكمش في السيترونات، لان السيترونات تجي سائله ليكيد، زدت الماء باش نحل بيه، نبقى هكاك بالمغرفه نحرك حتى لين نصفيه كله ويخرج لك الماء ذاك ما شاء الله. كنت قبل البنات نعمل لكم بالحليب نستيه يعني الحليب المركز سيترونات تنجموا راهو، اما انا خذيت لكم حاجه على السريع ومش مكلفة ومنعشة فيها الصفة ذي. به جبت القمع، جبت الدبوزة البلارة ذي اللي نشيخ عليهم الكراف، عندي زوز واحدة عملتها للجو واحدة للسيترونات، هناها وفاض قلت لي يما ان شاء الله معومة الحاصل صبيت فيها الجو ذيك باش نعمل نوعين بتاع السيترونات، سيترونات اللي هي قارس وكهوة وسكر وسكر فاني، عملت كعبة سكر فاني، نحب مع السيترونات السكر فاني يعطيني هكا طعم بنين ياسر. وجبت هنا ديما الماء تزيدوا عينكم ميزانكم حتى تشوفوها ولا تسائلة يعني، خلطت هاك هذيك خطر هي راهي اللي عملته هنا يتسمى الكونسنتري، وبعدين تزيدوا الماء في السيترونات لانه اذا باش تكنجلوها تجبدوها وتبدو تزيدوا على كل وين باش تخلطوا تخلطها بالماء والسكر. هنا عملت السكر متاعي وزدت الماء خطر هذي باش نشربوها، وعملت معاها النعناع، النعناع يا سيدك من سيدك قلت اليوم ما خليني نحط لك النعناع وتشوفي البنة تاع النعناع نتاعي، شوف فاش نشكر النعناع اليوم، تعرفوا هو اصلا هو النعناع اللي عندي البنات فيه ريحه القارص ولا كيفاش ملقم مع القارص ولا شني ريحته تهبل. جبت هاك الكوبه هذاك وباش نعمل لامي جو، جبت الثلج الكلاصون هذاك الكوب باش نحطه في الكوب، الحاسيل وجا فيها الطعم ونودكم ولا شهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنه، المنظر يتكلم وحده ديما كيما نقول لكم، وزيد النعناع فريشك هكا من جنينتي السطحيه شوفوا البنات شوفوا كل المنظر اللي فيه. وشنو تخيروا على سيترونات بارده الحصيله قضية عطيت اليوم بعد ما ذقت انا عرفتها بنينة، قلت لها يما اشربي اشربي وعليك امان الله الحاصل صديقات هذه هي الحاجه السهله والخفيفه والصيفيه. ولاحظت حاجه يا البنات انه كل ما ليت حاجه تعمليها في دارك عندها بنه خاصه عندها روح خاصه، سبحان الله يعني الحاجة الدار ديما نظافه وعفافه ورتابه. وهيا توا صديقاتي نتوجه نحو البحر،
ايه يوم تلمت البابز هنا عنا شكون يجي يهز البابز ولت يوم لمتهم له هنا الاجواء البحريه خليتوني البارح في البلاصه ذي خليتوني البارح في البلاصه ذي في اللقطه ذي نتاع الوليد كيفاش يلعب ما شاء الله عليه وكل بحذانه يبيعوا في لحيه جدي ويبيعوا في لقطانيا وكل ريحه الكروسه بجنبنا الحسيل وش باش نحكيكم حاجه هكا تنحي حشاكم الغمه على القلب وجه ربي والطبيعه ديما نقول لكم راهو مش كون عندك برشا فلوس باش تكون سعيد اما راهو بالحق كي تمشي للطبيعه وتشوف خيرات ربي وتشوف خلق ربي سبحانه وهكا نقولوا نحنا تستكوزي تقعد تتمتع تحكي مع الطبيعه تحكي مع البحر يعني فريمون تخرجك الطاقه السلبيه منك كل شوف كل موجه كذا جايه وهنا البنات كنت صورت لكم هكا الاجواء هذية من البارح وحبست هنا حبست الفيديو البارح هنا كيفاش ماما هكا تاخذ في الجو وقاعده تستمتع بالمنظر والجو وبهال الاساس هذه حلزون اللي جابوها لي وتوا البنات اليوم في الفيديو هذايا بشوفوا هكا غطيصة معانا غطيصة في البحر خليكم هكا مع شوية موزيكا ماما تتأمل وتتكلم تتأمل وتتكلم في المشهد الحصيل وهاكم معانا خلينا نحط لكم شوية موزيكا تعملوا عليها جو دخلت مشيت هك غطست رجليها ساعة في الماء قلت لك ديما روك تمشي للبحر في لون ما تغطسش طول بالأطرافك وبعدين ادخل عوم هكا باش تشجع باش تدخل عرفت وكلي ما تحسوش لا بالبرد ولا بالسخان برا بل شوية روحك هاي سويقاتك هاي ديك وبعدين ادخل اعمل غطسة محليها المشي على البحر ومحليها الأجواء هذيك ومحليها القعيدة وبالحق تفرهدنا وكويس التاي الأخضر المنعنع اللي قلت لكم الفيديو اللي فات راني ريقي شاح على التاي في بالي باش نعمل ونهز معايا اصلا انا كل عشيه نعمل التاي فرغ لي التاي ودورنا تونس هكا مش كلها لا جراند سيرفاس لا عطاره لا اللي هو يقول لك راهو التاي نقص وما تفتش يقول لهم وين التاي يقولوا لي ما تفتشيش اصلا على التاي
وسط عرفتوا هاك الوليد اللي حكيتكم عليه يجيب احذانه ويزلك في الحفره ويقول له حميده يا ستار يا شباب، يضحك ويعاود يدخل يعوم ويعاود يخرج يجري يطيح بحذانه وكشويره نتاعو كل ارمل ويعاود يدخل هكاك عملها لعبه. الحصيل تفرجوا لي هنا على الاجواء هذيا وتو البنات تسبيحه معايا، شوفوني تو باش ندخل نعمل غطسه وهنا شوفوني شو وليت بارد عرفتوا مخ الدنيا سخون تدخلوا الماء وتخرجوا تحسوا بك البرد وفي الشياح نتاع الام الكل تشربوا الماء تاكلوا حويجه هكا صيفيه ما نعرفش حاجه خفيفه. المهم استمتعت وتو بشوفوا غطساتي في الماء اللي هي معايا الله المتر نجار معكم السباحه الماهره. حلي ماما جبتي لي المنش ميرسي ماما هابيش لايك بتاع هما يعسوا توا على الباركينج يشوفوا في الوقت يا جماعة الوقت شدوا بالصبوات في سيدي بوسعيد. اها شو محلاها القمة شو ما شاء الله المنظر في الليل يهبل يهبل وديتكم مشاهدكم تعرفوني ديما نودكم ومشاهيكم. ها خل نقص خل ما تجيني الكراب حفيانة البنات راه ها مستمتع والهواء سخون يهب مش روح للدار حس الدنيا كلها سخونة تو هي موتورات هي أجواء والطقس تحسوا كي تدخلوا البحر بعد ما تخرجوا نقصد البنات البحر دافي يعني
تخرجوا لبرا تحسوا روحكم بردتوا، تدخلوا تلقوا الماء سخون محلاه، والعكس بالعكس. انا هاي القمره فما صديقتي ساسو تحيه ليك، سالتيني على الباركين قلتي لي راهم عملوا لي صابو، يا اخي فاتني كيفاش 6000؟ شوفي انا راني نحط بثلاثه سوايع باش نقعد على راحتي، واذا نحب نزيد نزيد، يعني نبدا نحط بالدينار بالدينار حتى توصل 6000، ولا هي الساعه ب2000 راهي فيها. جست حبيت نجاوبها، يعني قلت لكم الله غالب، ما عنديش نقرا لي كومونتير برشا، كنجاوب على حد وحد لا يتخشى، اما هوانا اي سؤال راني نجاوب عليه في الفيديوهات. شوفوا محلاها الاجواء في الليل، حاجه روعه، منظر يهبل وغناء وجو. لما حلا انا ما نعديلكمش راهو الموسيقى وكل، خاطر ما نجمش نعديها سينو يتضرب لي الفيديو. المهم كما قلت لكم راهو معناتها الله غالب كل شيء، ولا يزمك تدفع باش تقعد وباش تتفرهد وباش الله غالب. حاسيل وصديقاتي هذه الأجواء السهرية، سهرية محليها هكا فيها موسيقى هادية، القمرة، البحر، العشاء، الريحة انت هكا الماكلة، فما باراسولات للناس اللي تحب تعدي نهار كامل بالطبيعة مع طاول ولا كراسي. أجواء مزيانة برشا، ربي يحفظ بلادنا وربي يحميها وربي يمتع كل إنسان ويعطيه ما يتمنى يا رب العالمين. سامحوني ساعات نحرك هكا الكرسي متاع لوح عندي، وقلت لكم طولتي فيها 6 كراسي متاع الصالة، حزين وزوز مهبطتهم اللوطة، فما واحد فيهم تفريك هاني قاعد عليه، هو ساعات كي نعمل اي تحريك يمطط باش تعرفوا راهو من الكرسي. كل شيء الصدق في القول والاخلاص في العمل، كل شيء بشفافيه ونزاهه. هنا الحاسيل والبنات قاعده نعمل في دور، انا تعجبني هكا الدوره في الليل على البحر بعد ما نعوم وتبدا حوايجي مبلوله، ويبدا هكا مستمتعه، نبدا هكا النسمه اللي تضربني عندها طعم خاص. ربي متعنا اجمعين، الله لا تحرم بشر يا رب العالمين. هنا ماما صيحة حضرت روحها، قصدي ربي باش روحوا في الليل. كيفاش خرجت الساعة؟ فسري لي النقطة هذه. الفدعة. الفدعة. هي رحلتنا وخرجتنا، وتو نلموا حوايجنا ونقصدوا ربي، وإن شاء الله ربي يوصل الجميع بالسالم يا ربي في أمان الله.